السياحة بما اننا كنا بنتكلم عليه الحقيقة على مدار الشهور الماضية، لا ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يا رب، معدلات الزيادة طيبة، حتى ان وزير السياحة والآثار استاذ احمد عيسى كان اشار الى انه شهر ابريل اللي فات ده على طول ما تحقق فيه هو اعلى معدل في حركة السياحة الوافدة الى مصر في تاريخ السياحة المصرية، لان مصر استقبلت في شهر ابريل حوالي 1,350,000 سائح. وبالتالي ده خلى وزير السياحه والاثار بيقول انه او بيؤكد ان التوقعات بشان هذا العام 2023 انه ان شاء الله نقفل العام ويكون تحقق لدينا حوالي 15 مليون سائح، وده بالتالي يبقى اعلى رقم من السياحه الوافده الى مصر في تاريخها. اعتقد احنا اعلى رقم كنا وصلنا له في حدود 13 او 14 مليون سائح. طب احنا عايزين اكتر من كده، ده حقيقي. ولذلك في استراتيجيه محطوطه في الدوله عشان نقدر نكسر رقم 15 ده. رقم 15 ده عشان نقدر نضاعفه ونوصل للمستهدف اللي هو 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ويا رب يبقى قبل كده. هنا العمل على وجود وبناء غرف فندقية جديدة، ده مطلب رئيسي وهام جدا عشان نقدر نكسر ال 15 مليون. وبالتالي ده بيتم العمل عليه، ومستهدف انه يبقى فيه حوالي زيادة 500,000 غرفة فندقية. طب احنا عندنا كام لحد دلوقتي؟ حوالي 230,000. فشوف 230,000 ممكن نوصل ل 15 مليون، يعني لو وصلنا لل 500,000 زياده ممكن نتكلم على اكتر من 30 مليون سائح يزوروا مصر في عام واحد. يا رب ان شاء الله. طيب ازاي ماشيين في هذه الاستراتيجيه وهذه الخطه؟ خلونا نعرف اكتر من الاستاذه غاده شلبي نائب وزير السياحه والاثار. استاذه غاده مساء الخير، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ رامي والساده المشاهدين. أهلاً بحضرتك دكتور غاده. يعني بدايه الرقم اللي قاله معالي الوزير ليه علاقه بشهر ابريل 1,350,000، احنا اعلى رقم وصلنا له قبل كده في شهر كان قد ايه تقريبا؟ لا يعني احنا ما وصلناش للرقم ده قبل كده ايفر، يعني في العقد اللي فات كله ده اول رقم، يعني اعلى رقم تصله السياحه المصريه في شهر واحد. ما شاء الله. الحمد لله. والتوقعات انه نقفل السنه ان شاء الله ب 15 مليون، ده وفقا لقدراتنا من حيث الغرف الفندقيه المتاحه حتى الان. خليني اصحح العباره، هي طبعا توقعات وكمان مستهدفات. نعم. ان احنا نحن نستهدف ان نصل الى ال 15 مليون سائح. وعندنا ليهم غرف فندقية لائقة تم مراجعتها من قبل زملائي في الوزارة لمنحها الدرجات السياحية والدرجات النجومية المناسبة للخصائص اللي بتقدمها. فعلا احنا في احتياج كبير، لو احنا فعلا حاطين المستهدف بتاعنا الوصول لل 30 مليون سائح، يمكن الكلمة دلوقتي اللي احنا بنقولها مصر تستاهل أكتر من 30 مليون طبعا. بما تملكه من مقومات وجو وآثار وبحر وصحراء. نعم. فمصر تملك هذه المقومات اللي تؤهلها أنها توصل لأعلى من الرقم ده. مقومات طبيعية، ولكن أنا محتاجة أن أنا أزود أماكن الاستضافة اللائقة للسائحين. بدأنا نشتغل على ده دكتورة غدا؟ يعني احنا مستهدف 500,000 غرفة فندقية، هل بالفعل بدأنا في هذه الرحلة؟ خليني أوضح حاجة، احنا دور الوزارة هي المنظم والرقيب والمراقب للصناعة والمحفز كمان لأنه أحط بعض القواعد والقوانين والإجراءات اللي تسهل عمل المستثمر أنه يجي ويقيم هذه المنشآت الفندقية اللي احنا بنستهدفها. نعم. فده العمل الحقيقة الدؤوب اللي بنشتغل عليه واللي بندعو القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، أنه بنقول له اطمئن، صناعة السياحة هي صناعة رائجة جدا جدا، هي في ازدياد، عندنا مستهدفات والدولة حطاها من الاستراتيجية بتاعتها للنمو. هل القطاع الخاص بدأ يتحرك بالفعل في هذا الصدد؟ احنا يعني كل بنلاقي فيه تحالفات ما بين مستثمرين، بنلاقي براندات بتيجي وبتبقى عايزه انها تفتح في مصر، فكل دي عوامل بتطمئن وبتطمن انه يبقى فيه مستثمر جديد يجي يستثمر عندنا ويجي يفتح غرف فندقيه ويلاقي انه في عمليه رائجه في السياحه. الفتره اللي فاتت الحقيقه الدوله قامت كمان بنقطه مهمه، يعني حضرتك ذكرت الارقام،
هي برضو ما جاتش بالصدفة. الدولة قامت بعديد من التأشيرات السياحية، والحقيقة بنشكر فيها كافة أجهزة الدولة اللي اشتغلت معانا فعلا بشكل جدي جدا للقيام بهذه التسهيلات. التأشيرة السياحية اللي أصبحت متاحة في المطار، اللي متاحة كمان على الأونلاين، إنه السائح يقدر يدخل على موقع إلكتروني فيزا تو ايجيبت ويقدر ان هو يقدم على التاشيره بتاعته وياخدها ويدخل على طول بمنتهى السلاسه من الجوازات. دي تسهيلات كبيره جدا ادت الى النتيجه اللي احنا بنحتفل بيها النهارده. وسؤالي الاخير، هل من الاعداد اللي ما شاء الله اللي زادت عندنا منها اعداد يعني جديده من ديستنيشنز مختلفه عن المعتاد عندنا؟ بالفعل، ما هي احنا استهدفنا الحقيقه اسواق جديده. واللي بقوله لحضرتك فعلا انه فتح اسواق عن طريق تسهيلات التاشيرات ادت الى انه بقى عندنا اكثر من 180 دوله تقدر انها تدخل الى مصر. انا ما فيش دوله في العالم ما دخلتناش مصر في الفتره اللي فاتت، سواء بتاشيره مباشره او حتى من خلال القنصليات او من خلال التواصل من خلال شركات السياحه. فده برضو احد الاسباب اللي ادت الى هذا الرواج وهذه الزياده. ربنا يزيد ويبارك يا رب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره غاده شلبي، نائب وزير السياحه والاثار. الدعوه بقى للقطاع الخاص ورجال الاعمال وكل من له علاقه بقطاع السياحه للاستثمار في الغرف الفندقية الجديدة، ده مهم لأنه عائد طيب على اللي هيستثمر، ده رقم واحد. رقم اتنين كمان، قطاع السياحة من القطاعات اللي ممكن توصف زي ما بيقولوا بالإنجليزي كده إيزي موني. أنت محتاج عملة، قطاع السياحة عندك لما معدلات النمو فيه تبقى فيه قفزات، ده يحقق لك عوائد طيبة جدا من العملة الأجنبية. فأتمنى إن شاء الله ال 500 ألف غرفة فندقية ما يبقوش على مدار 3 4 5 سنوات، لا يعني يبقى في وقت أقل بإذن الله عشان نبدأ نزود من معدل النمو في هذا القطاع.